شو في يا ابو منشار؟ خير؟ ما في للخير يا بعزام. حضرة الضابط جاي ياخذك معه على السرايا. لا تخاف، هن كم سؤال وجواب ورح ترجع على الحارة. ومين قال لك اني خايف؟ بعدين لوين بدك تاخذني حضرة الضابط؟ الكوماندان طالبك يا بعزام، هن كم سؤال بدي اسألك اياهم. بخصوص شو؟ بخصوص الضابط الهربان فادي. لسه ما خلصنا من هالقصة؟ شرف معي لو سمحت. وشو بيضمن يا حضرة الضابط انه اذا راح معكم ابو عزام يرجع؟ كلامنا ثقة يا ابو نبيل. ابو عزام لا تضيع وقت الضابط، تفضل معنا. ماشي، رح روح معك لنشوف اخرتها لهالقصة. انا رايح معك. لا مختار، انا ما بطول. يا ابي لوين رايح؟ انا بروح بدالك. لا عزام، انا رايح وراجع، انت دير بالك على البيت بغيابي. يا ابي هدول مالهم امان، لا تروح معهم. الامان بالله يا ابي، تفضلوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شرف يا ابو نبيل. يلا يا جماعه، كل واحد على شغله. يلا يا شباب. امتى صار هالشيء؟ وشو بتعود منه؟ قولي على قامتي اذا كان هالحكي صحي. مشان فادي يابا، وما قدرت امنعه انه يروح. لك منين اجت هالمصيبة؟ الله يجيب العواقب سليمة، أنا خايفة على أبي منهم. طيب ما قالوا لك أمتى بده يرجع؟ ما عرفت. أهلا أبو عزام. يا ميت أهلا. تفضل. لا هيك مرتاح. خير بعد ورايي. جبتك لهون يا ابو عزام لحتى تحكي لي عن الضابط الفار فادي. وين مخبي؟ احكي. ما شفته ولا لو موجود عندنا بالحاره. يمكن التفتيش اللي عملتوه حضرتكم ياكد لكم هذا الشيء. هذا حكي مرفوض. بدك تخبرني عن الضابط فادي وتسلم اياه. يا اما. يا اما شو؟ يا اما بتضل عنا بالسرايا لحتى تسلمنا فادي. شو الشيء اللي خلاكم متاكدين انه هو عنا بالحاره؟ ببساطه لانه في مين شاف فادي فات على الحاره وقابلك بمطافة المختار. ولو ما في علاقه بينك وبينه ما كان اجى لعندك. ولا انا غلطان؟ اللي قال لك هذا الكلام واحد كذاب. انا لا شفته ولا له موجود عندنا بالحاره. ابو عزام انت كبير من كبيريت الحاره. يعني لأمتى بنضل قاعدين هيك عم نستنى؟ تأخر كثير. ما كان لازم يروح معهم. لك والله ما عاد في عندي أعصاب، لك قلبي عم يغلي. خايفة يكونوا اعتقلوا؟ بعيد الشر يا أمو، بعيد الشر. لك كيف بعيد الشر؟ لكن معقول يكون لهلا لساته بالسرايا؟ أبو عزام أنا راح أعتقلك لحتى تسلمني فادي. لهيك اختصر على حالك الطريق وقل لي وين متخبي. بوعدك بوعدك إني راح أقتلك صراحة. هي أنا قدامك ورقبتي بين إيديك، واللي عندي قلته واعمل اللي بيريحك.
تتحداني وهذا الشيء راح يخسرك، وانت كمان راح تخسر، لانه وجودي عندك راح يسبب لك وجع راس كتير كبير. انت هيك بلشت تأذي حالك. فواز! أمرك يا سيدي. تاخذ ابو عزام بتحطه بالحبس لحاله، وانت يا ابو عزام بس تفكر تحكي نطلق سراحك. يلا هي آخرتك يا أبو عزام، تنحبس عند الفرنساوي؟ هلا معقولة كون أنا غلطت لأني جيت لعنده، بس فجر والله ما بقدر فيك يا فادي، لو بدي نام العمر كله. أبو عزام حتى ياخدوه أريضا إن شاء الله، هدول الناس ما في بقلبهم رحمة. لك كل يوم تصير مصيبة بهالحارة، شلون وكيف ما حدا بيعرف؟ أساساً أنا هي الحارة ما عجبتني أبداً، ما في عندهم غير الأخذ والعطي واللص والحرب. أنا بدي أرجع أعيش في بيتي، لساته بينسكن، بس هذا أبو نحلة ما عم يرضى. يو معلوم ما بده يرضى، حدا بنصح له يشتغل ويعيش بين الناس مبسوط، بيترك وبيروح على حارته المهدمة وبيقعد لحاله فيها. قولي على عيونه يا حق، قولي على عيونه. ايه لا حبيبتي، ابو نحلة مو هيك تفكيره. لكن شلون تفكيره خيته؟ ابو نحلة بده يتجوز علي من هي الحارة وحدة ما بعرفها، مشان هيك عجبته الحارة ومبلط فيها. ياه والله كيكي، هلا ابو نحلة بده يتجوز؟ شو هالحكي ام زكي؟ يعني مو رجال؟ لا مو رجال، ما بيطلع معه شيء روحي. بزعل منك ها؟ لك حبيبتي من الاول ما طلع معه شيء حتى يطلع معه شيء هلا. يوه قال بده يتجوز قال، اي والله كيكي. مرحبا شلونك يا حكيمة؟ ان شاء الله الف الف مبروك. اهلا وسهلا بالصبايا، والله نورت العيادة. العيادة الحلوة، وشهر المريول الحلو. حبيبة قلبي تسلمي لي يا كرم، تسلمي لي، تفضلوا استريحوا. ان شاء الله بتتهني فيها وتشوفي مريض فايت ومريض طالح. يا حرام عليك يا سوريا، هلا بدك تمرضي كل اهل الحاره مشان نسيمه خانهم تكون مروقه ومبسوطه. لك الله يسامحك بس. ادعي الله لا يضر حدا، ان شاء الله ما بيشوفوني غير بالافراح. لك عم بمزح، بعيد الشر عن كل اهل الحاره، بس انت الحكيمه الوحيده اللي بالحاره والاعتماد كله عليكي. الله يوفقك يا حبيبه قلبي.
تسلموا لي يا رب. وهلا شو بتحبوا نحليكم؟ مظبوط اللي سمعته؟ قالت ميري فيها 3000 ذهبي. مظبوط يا ابي مظبوط. وعينك تشوف فكري وبسام والله راح يطق عقلهم طالما طلع لهم شيء. يا لطيف، هذا فتحي بعمره ما عاد يشوف الفقر. راحت عليك يا ابو بسام. سيدي ما حدا بياخذ غير نصيبه، بس اللي فهمته انه ابو بسام بده ينام على الورده كلها، ما حيعطي فتحي شيء. وليش يعطيه طالما صار معه ذهب بيشتري كل حاره الصالحيه؟ ما بعرف، هذا اللي سمعته عم اقول لك اياه. هلا اذا الكباريه تدخلوا ما بيمونوا على بسام؟ لا، اذا ما كان راسه ما حدا بيجبره. وابو عزام شو الخبر عنه؟ قلتك بيرجع؟ مع اني انا وابو عزام ما عدنا اصحاب، بس الشهاده لله ما بيستاهل. ايه مظبوط، ما بيستاهل بنوب. جبه لا تحلم تاخذ مني. بكفيك اللي طلعته، بكفيك. يحيى فيك شيء يا عمو؟ لا امي لا، ما في شيء. اكيد؟ ايه امي والله العظيم ما في شيء. طيب لك حاجة تعول على الرجال بدل ما تدعي له الله يفك اسره؟ لك الله يفك اسره، الله يفك اسره. منيح هيك؟ ايه منيح هيك. تأخر الوقت، ما بدك تقوم تنام؟ لا مو جاي نينو، مشغول بالي على ابو عزام. يا ترى رح يرجع يطلع وياكل من فلافلاتي؟ هلا هذا اللي اكل همه هو شاغل مخك يطلع مشان ياكل من فلافلاتك؟ ايه هذا اللي شاغل بالي، لانه اليوم الصبح دوته من فلافلاتي وعمل شو طيبين، يعني كان رح يصير يجي يشتري من عندي لو ما صارت معه هالكاينه. الله يفرج عليه مشان يرجع يشتري من عندك مشان تنبسط حضرتك. امين يا رب، امين. ده شنو دفع موسى على مصايب؟ نوب نوب نوب. هذا اللي صار، ابو عزام صار عندهم. وانا ما برضى على حالي يا مختار يمشوا ابو عزام وحطوه عندهم بسببي. مشان هيك رح سلم حالي من هلا. طول بالك لنشوف شو بده يصير، يمكن يرجع ابو نبيل ويكون معه. ما بظن يا مختار، سياستهم وانا بعرفها كثير منيح. ما راح يفلتوا لأبو عزام لحتى سلمون حالي، وإلا ما راح تشوفوه بعمركم.
ما بعرف شو بدي أقول. الشغلة صارت مكركبة كتير، كنا مفتكرينها خلصت. لا، ما رح تخلص. طول ما الفرنساوي قاعد على قلبنا ما رح تخلص. ماشي، سلام عليكم. أبو نبيل بيك، اللي عم تطلبه صعب كتير. أبو عزام غلط بحق حاله وبحقكم، والتستر على غضابة فرنسي فار جريمة كتير كبيرة، وأنا بعتبر إنه أهالي الحارة كلهم مشاركين بالجريمة. حضرة الكوميندون، الضابط الهربان هي مسؤوليتكم، ما حدا له مصلحة من هالحارة يداري عليه، لأنه ببساطة أي ضابط بالجيش الفرنسي شو ما كانت جنسيته أهل الحارة بيعتبروه عدو له. هذا ما بيبرر لفادي وجوده بحي الصالحية، هو نحن متأكدين إنه قابلوا لأبو عزام. اسمع مني، لا تخلي أبو عزام عندك، رح يجيك وجع راس. الليلة طلعوا لأبو عزام، إذا ما بطلعوا الليلة بكرة الصبح بتلاقي أهل الحارة كلياتهم على باب السرايا. ومثل ما بتعرف موازين القوى هلا ما كتير لصالحكم، فكر فيها هيك. عن إذنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والحقيقة أنه أبو عزام استعجل كثير بروحته والخطأ زاد العجول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما كان لازم أبو عزام يسلم حاله. الفرنساوي مالوا الأمان بنوب وكلنا بنعرف الشيء. تأخر أبو نبيل، إن شاء الله ما يكون صاير معه يلي ببالي. صلي على النبي مختار، هلا بيرجع أبو نبيل ونعرف شو صار معه. ما كان لازم أهل الحارة يخلوا الزعيم يروح على السرايا. انشغل بالنا عليه كثير يا جماعة. الله يرجع لنا يا سالم آمن. آمين. يسمعوها بسليمة بجاه سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. الله يسمع منك يا شيخ. لك أبوكم يمكن ما بقى يرجع. لك الله لا يوفقهم، أخذوه هو ما له ذنب بشي. يا أمو يا أبي بحياته ما ضر حدا. إن شاء الله ما بيصير له كلك الخير. يا أمو أنا رايح لعند المختار لنلاقي حل لرجعة أبي. حل؟ أي حل هاد؟ أبوك وقع بإيد الفرنساوية، هدول أولاد حرام، لك الله لا يوفقهم. أخي روح، بس لا تطول، لا تخلينا يغلق قلبنا كمان عليك أنت. ما رح طول، ادعي لي يا أمو. الله معك، الله يوفقك. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. غلي قلبنا كثير، شو صار معك؟ والله ما بعرف شو بدي احكي يا جماعة. أبو نبيل احكي الله يرضى عليه، شغلت لنا بقالنا. أبو عزام راجع لما مو راجع. احكي يا أبو نبيل، شو قال لك الكومندان؟ اتركوه يحكي طيب. الكومندان راكب راسه، بده الضابط الهربان، وعم يتهم أبو عزام وأهل الحارة كلياتهم بأنه هن مستترين عليه لهالضابط الهربان، مشان هيك أبو عزام رح يضل عنده. يا باطل، شو يا جماعة؟ بدنا نضل ساكتين؟ مزبوط كلامك مختار، ما لازم نضل ساكتين، أبو عزام كبير الحارة وبدنا نطالب فيه. وأنا هذا اللي قلته، إذا ما طلع أبو عزام أهل الحارة كلياتهم بدهم يروحوا وقفوا قدام السرايا ليطلع أبو عزام. ولو بدنا نحمل سلاح. الله بحي أصلك يا مصطفى. نحن كلنا جاهزين نطلع بوش الفرنساوي. باطل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ها هي عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي عزام ورحمة الله. عمي أبو نبي، صار معنا شيء؟ يا ابني عزام، السلام عليكم يا بدحان. دولت الحارة يا كبير، الحمد لله على رجعتك بالسلامة. والله ما عم بصدق عيوني. الله يسلمك، نحن ما طالت الغيبة. الله لا يوفقهم ويجعل أيامهم معدودة بجاه المولى. آمين يا سيدي. طب
تصبح على خير. الله معك ميسرة. الله معك يا كبير. اسمعيني منيح يا سناء، أنا ما كنت معارضة طلعتك من البيت حسب رغبتك، بس هلأ الأمر اختلف. أنت حامل بحفيدي ولازم تبقي عنا هون بالبيت لحتى تولدي وتقومي بالسلامة، وبس تولدي إلنا حكي تاني. مثل ما بدك مرت عمي، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي. الله يرضى عليك يا مرضية. شوفي مرت أخي، من اليوم وطالع ما بتمدي إيدك على غرض بالبيت، أي شيء بتطلبي نحن منلبي لك يا. يا عيني يا عيني على هالدلال، لك شو بدك أحسن من هيك؟ انبسطي حبيبتي. يخلي لي إياكم يا رب، ربي ما يحرمني منكم. الله جبر بخاطرنا يا بنات، الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. خليلي اياك يا ابي، خليلي اياك. نور البيت. نور البيت. الحمد لله على سلامتك، نورت بيتك يا تاج راسي. كيفك يا وسيله؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. خوفتنا عليك يا ابن عمي. ما في شيء بخوف، ما في شيء بخوف. كيفكم؟ الحمد لله على سلامتك يا ابي. شو هالزيتات هدول اخي عبدي؟ اوعى يكونوا مغشوشين ها؟ شو هالحكي يا ابو عادل؟ هود زيتات اصليات على كيف كيوفك، بعت لي اياهم ابوي من جسر الشغور، جربهم وما بتندم. اخي ولا يهمك، رح نجربهم، رح اشتري منك تنكه، بس على الدواء عمي، باخذ التنكه وبدوقها، اذا عجبتني بعطيك حقها، ما عجبتني لا تواخذني. ابو عادل لا تجنني ها؟ ايش عم كذب عليك؟ قلنا لك زيت اصلي 100%. اخي 100% 20%، انا ما بفهم. أنا اللي عندي حكيته، بعدين قديش بدك تحسب لنا التنكة؟ أخوي رح أحسب لك التنكة بعشر وراء. أوف! عشر وراء؟ يخرب بيتك من حالك، شو عم بطيب مصرياتي من عالشجر أنا؟ لا عمي عابدين كثير عشر وراء، رح أعطيك خمسة. شو هالحكي هاد؟ إيه ما بيشتغلوا؟ لك يا حبيبي خمسة منيح، ولا أقول لك أخي رح أعطيك ست وراء تكرم عينك، روح احكي عن كرمي لكل الحارة. ما حزرت. لك يا عابدين ست وراء منيح. اخوي رح احسب لك اياها بسبع وراء، بس لا تجيب سيري لحد. اول بيع على الي وما بدي اخسر. ماشي بس تركني لاحسبها. سبع وراء سبع وراء. عابدين خذ لي اياها على المحل الله يوفقك، لانه ايدي عم تجعني. على عيني ابو عادل، روح وانا لاحقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لما كان موقف الفرنسيين ضعيف بهالايام أنا كنت بيت عندهم سنين وأيام. الحمد لله، الله قدر ولطف. يا بي، معقول الكوماندان يكون حسب لنا حساب إنه نهجم على السرايا لهيك طالعة؟ أنا ما بعرف شو حكى معه نبيل، بس بظن إنه يتراجع لأنه راح يتعرض لمساءلات كثيرة. خصوصي بريطانيا بهالأيام عم تضغط عليهم وتحجمهم مشان ما يتعدوا على الشعب أكثر. معناها يا بي الفرنسيين ما لهم بوارد يتصادموا مع بريطانيا، وعم بيحاولوا إنهم يخففوا توتر بهي الفترة. يا بي نحنا ما منعرف شو عم بصير بيناتهم، المهم إنه يبعدوا عنا. الله يجعل كيدهم منحرهم يا رب. ما
بس في شيء زعجني أكثر من هالكلام كله. أكثر من هيك شو في؟ أنا خايف يكون في عنا جاسوس بالحارة عم ينقل للكومندان الشيء اللي عم يصير عنا هون. جاسوس؟ إيه. لك يا بصية الله يرضى عليك، قلت الحكي أحسن ها. بس أبو عزام الله طلع فيه إنه طلعوا من عند الفرنساوي. أمه رضياني عليه. وعم بيقولوا إنه أبو نبيل بيك راح بذات نفسه لعند الكوموندان مشان يحكي مشانه. بس لما رجع ما طلع معه شيء. وكان وشه مقلوب فوقاني تحتاني. أوه. وأبو عزام شلون طلع من الحبس بالله؟ هاي حدا يفسر لي اياها. يعني طلعته ما بتثبت انه اجير بكعكه عند الفرنساوي؟ لك شو عم تحكي انت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا عبيد. يا بيت أهليك أبو أحمد. قل لي شو صار معك؟ عمي إيه؟ الله وكيلك لهلا ما حسن تطلع من الحارة وما حسن تشوفه لصغرة. لا يا أبو النار لا، شايفك هامني ونسياني. أعوذ بالله، شو هالحكي يا أبو أحمد؟ مو هيك القصة بنوم. لكن شو القصة؟ هلا أنت ما بدك صغرك التزم حدوده معك ومع بنتك لما بدك تروي له دراعه. لا أنا بدي إياه يكن ويعيشوا مع بعض بتفاهم. إيه والله هذا اللي بدي إياه. اسمع لك أنا شو بدي أقول لك. هات شو بقول لي. عمي بتعمل له عزيمة لصغرك وبتعزم وجهاء الحارة. خليه يفهم صغرك إنه أنت إلك قيمة بالحارة، تمام؟ ساعتها بيكن وبيهدى وبيعاملك مثل العالم والناس أنت وبنتك. يعني أنت هيك قلتك أبو النار هيك قلتك؟ شو بيقول المثل أبو أحمد؟ طعم التم بتستحي العين. إيه على راسي رح أعزم أهل الحارة مثل ما عم تقول لي، بس يعني أنا الوضع عندي أبو أحمد. أنت لا تأكل هم شي بنوب، تكرم عيونك. أمرك يا أبو النار، أنا رايح أعزم أهل الحارة. عزمهم أبو أحمد، بدي لك شغلي. إيه قل لي. لا تستهين بحالك بنوبة، أنت كبير. هذا صهرك مستهين بشغلتك ومصلحتك، وما بيعرف إنه المصلحة شرف. عم تفهم علي؟ في حدا عم يوصل أخبار للكومندان، ومن عنا من هو من جوات الحارة. شو هالحكي هذا أبو عزام؟ معقولة في حدا من الحارة يوصل أخبار للكومندان؟ أكيد هذا الكومندان عم بيكذب. وليش حتى يكذب يا مختار؟ هو خبرني إنه أنا التقيت بفادي عندك هون هون. أوف أوف، العمى على السمعة العمى. كلامه ضايقني كثير. ما كنت متوقع يكون حدا من أهل حارتي. معقول يكون حدا من الغربتلية اللي إجوا على الحارة؟ ما بعرف. أنا ما بشك بأبو النار ولا براتب شنو كانوا موجودين. بس أنا خبرتكم لحتى تاخذوا احتياطاتكم. وكيف بدنا نعرفه؟ راح يوقع. إلا ما إيش في غليل منه. يا فلافل يا فلافل يا فلافل يا فلافل. قرب معي فلافل. هاي معني ما جوعان. قاصر الصفرا. مرحبا أبو نحبة. شو جابك؟ جيت عند الخضرجي وقلت بمر لعندك وبتأكد. مش كنت عم بتبيع فلافل ولا عم بتغط هون ولا هون؟ لا عم بغط هون وعم بغط هون. غط راسي وخلص حالي منك. شو بدك من عند أبو حتو؟ شو رح تطبخينا اليوم؟ شو بدي أطبخ لك يعني؟ يا كواج يا فلافل. والأكلتين ملينا من هون. لا يا كواج يا فلافل يا قطعة. خير طبخة ساوية محاشي. ايه مد ايدك على عبا وهات لك مشان اطبخ لك اللي بدك اياه. ليش تتفقي؟ شو بدك بعبي؟ لسه ما استفتحت. طيب لكن رح اخليك تستفتح. يلا برجع لك. لا خوف لا ترجع. ها؟ يا خواش يا فلافل يا فلافل يا فلافل يا مرحبا. أهلين. أنا اسمي يحيى. وأنا بدي فوت على بيتي.
لو سمحت بعدين مو حلوة وقفتك هون، يعني هلأ إذا شافك حدا شو رح يقول علينا؟ والله مو حلو يا أخي، لو سمحت امشي. إيه معك حق، وأنا بأمر عيونك. شغل بالي عليكي، وين كنتي كل هالوقت؟ ولا شي يا مو، كنت مع سريع. طمنيني يعني شو اخباره؟ بس الله يكون بالعون يا مو، يعني شو اخباره؟ ما اشوفها. بتعرفي قصرت انا شوي مع ام منصور، ان شاء الله هاليومين رح اعمل لها زياره. ايه يا مو ليش لا؟ بنروح كلنا سوا. يا مو شو عملتي لنا اكله؟ مجدره. يلي عم يوصل الاخبار للفرنساوي لازم نكشفه، والا بنروح فيها بشربيط مي. والله عم رايب أهل الحارة واحد واحد يا بيك، ما عم يطلع معي شيء. بدك تضل عم تراقبون، نحن فايتين هلأ على مرحلة جديدة. ها قصدك تقول يا بيك إنه بدنا نحارب الفرنساوي بالسلاح؟ لما بالسياسة ما بتقدر تاخد استقلالك، ايه منحاربه بالسلاح. هذا الحكي الصح. بتروح الحارة بتراقبون واحد واحد، نحن هلأ جايين سلاح، ما بدنا ننكشف. ما بننكشف وحياة اللي خلاك يا بيك، عندي هي. يلا قوم على شغلك، بتوصلي الأخبار أول بأول. يلا نعيوني يا بيك. سلام عليكم. الله معك. إلا يصل، خبر الشباب يطالعوا البضاعة من جوا لبرا ويحملوهن. شنو الزلمة مستعجل؟ أمرك يا أبي أمره. يمكن يكون هو يا. ألو. إيه يا أبي. خير؟ لك شو بأمك؟ يلا يا أبي جاي جاي. خير يا أبي شو في؟ أختك عم تقول إنه أمك خسرت عم توجع وموجوعة كتير. يا بي خبر الحكيم مين سيما تلحقنا على البيت. ايه امرك يا بي امرك. اخ دخيلك يا الله، شو بدي اشتغل انا؟ مالي الا مصلحتي ولا بعرف اشتغل غير فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. ايمتى بدي تعافى؟ ايمتى بدي صح وارجع مثل ما كنت؟ ايمتى يا ربي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب
هيك يستر رملي اجتك هذيك المرة. يلا هلا بتجي نحكي يا بي وين صاروا؟ والله ما بعرف. الله يسواك يا عصام انت ونسيمة. يا مرحبا حكيمة. اجي شرفي حكيمة شرفي. مع قلبك شرفي. مع قلبك شر خالتي مع عصام. يلا شان الله يا نسيمة. برا نحن يلا يا بي يلا. من ايمتى موجوعة؟ من شريح السوائل حتى. الله يعافيك يا الله يعافيك. مشان الله يا نسيمة. بسم الله بسم الله. ساعديني سخية. يلا يلا يا الله يا الله تحملي يا ابو. لك مالي ادراني. ساعديني نسيمة ساعديني. خالتي. مشان الله مالي ادراني. اخ يا رب. يا رب يا رب. يو اسمعوا على هالحكي اسمعوا. واذا كان يا مو ليش انت بتتعيري انك مانك متعلمه؟ عيب عليكي تحكي هالحكي. انت صحيح مانك متعلمه بس انت اشطر مني بشغل البيت وبالطبخ. بزعل منك ها؟ واذا كان بس بتضلوا بتحكوا بشغلات انا ما بعرفها وبقعد مثل الجدبه بيناتكم. الله يسامحك لا تحكي هالحكي قدام حدا بعدين بفكروكي غيراني. لك انا شو بسوى بلاكي تقبريني؟ يا حبيبتي تقبريني انت، ليش انا بقدر بلاكي لحظه واحده؟ الله يخليكم لبعض ويديم المحبة بيناتكم. كل وحدة يا بنتي إلى ظروفها بس هاد ما بيعني إنه في فرق بيناتكم. والله بعرف هالشي يا مو بس ما بإيدي عم أخجل. بدك تشيلي هالفكرة من راسك لأنه ما حدا بيفكر مثلك. أختك يا مو عم تحكي مزبوط. شيلي لي هالأفكار من راسك. رح تشيلي هالفكرة من راسك ورح أروح بعد كم يوم مبارك لنسيمة ومو شرط نكون كلنا موجودين. خلص أمي راح روح أنا وأختي بس. الله يرضى عليكم. تفضلي نسيمة. يزيد فضلك يا رب. طمنيني كيف صارت معزام؟ الحمد لله هلأ صارت أحسن بعد ما أخذت الإبرة. الظاهر كانت زعلانة ومعصبة كتير إجتك ريزة قوي. الله يشفيها يا رب. كتبت لها على دواء. الله يعطيك العافية. بدي أفوت. تفضل. كتر خيرك يا نسيمة، ما رح انسى لك هالمعروف ابدا حبيبة قلبي. الحمد لله على سلامتك، طمنيني كيف صرتي؟ الله يسلمك الحمد لله الحمد لله. لا الحمد لله احسن. ايه الحمد لله يا ابي. الحمد لله ربي. مع قلبك شر يا مو؟ تعبرني انت الحمد لله. ليش شر عن قلبك؟ الحمد لله منيحة منيحة، ريحي حالك ايه؟ ريحي حالك. الحمد لله يا ربي الحمد. شو عطتك عطتك ابري حبي شو؟ ايه غصتني ابري الحمد لله. سلام قلبك سلام قلبك. خليها تنامي. نامي حبيبتي نامي. يعني بفهم من كلامك انه مو ناوي تعطيه لفتحي حجة البيت ولا حجة أرض الجبة؟ لا حجة البيت ولا غيره. مو أب بسام اللي بينضحك عليه. ما بكفي الطمير اللي طلعت له؟ بده كمان فوقها؟ إيه ما فشر بنص عينه؟ طيب وبركي أبو عزام وكبارية الحارة جبروك تعطيهم. شو بدك تعمل؟ أنا يجبروني؟ لك شو على كيفهم القصة؟ فتحي ماله شي عندي وأعلى ما بخيله يركبوه. بيجبروك بالحق صدقني. أساساً أبو عزام زودها كتير وعم يجور علي والكبارية عم يحكوا مثله. بس شو عليه؟ كل شيء بحسابه. ما بكون أبو بسام إذا بدي أمشي تحت أمرهم. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. لك منين طلع لنا هذا فتحي؟ والله خايفة بعد هالعمر نتبهدل قدام أهل الحارة. لا يا أم بسام. شو بيك ليش عم تحكي؟ حطي إيديكي ورجليكي بمي باردة ولا تقلقي بنوبة. كل شيء بحسابه. لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.